أن من أنكر قبر النبي كفر، من قال أن هذا المدفون في المدينة ليس هو محمد، محمد دفن في اليمن، كفر، خرج عن الملة. لكن من قال أن هذا ليس قبر موسى، ده قبر موسى على بعد 15 متر، ما كفرش ولا حاجة ولا فسق حد. ده قبر موسى مش هنا، ده قبر موسى على رمية حجر من القدس، ده قبر موسى كذا، ده قبر ما يجراش حاجة. قبر موسى هو ده. احنا رحت انا قبر موسى لقيت عليه جلال، يمكن بتاع والي من اولياء الله الصالحين. انت معايا؟ قلت لي يا شيخ ولا حاجة، ولا اضربك زغروط على قفاك ولا حاجة، زي ما انت كده. لكن لو رحت معايا المدينة لا قدر الله وقلت لي لا ده مش النبي، لا قدر الله ماشي على مش النبي، مش انه يروح معايا المدينة، يروح ان شاء الله، لكن ده مش النبي، كفرت كده لو ولا اعوذ بالله. ادي معنى اليقين والظن. غالبا ان قبر سيدنا ابراهيم في الخليل وبه سميت، ومدفون مع سيدنا ابراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف، دول محل شك كبير. 90% إن ده قبر إبراهيم، الثلاثة التانيين ما يزيدش، الاثنين إسحاق ويعقوب يعني بتاع 30%، يوسف يمكن 2% إن يبقى ده قبر يوسف، لأن يوسف مات في مصر. وقيل انهم حملوه معاه، وقيل كذا، اقوال كلها ظن. انما معنى يقينية قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفر منكره، وده منصوص عليه في كتب العقيدة، ان من انكر قبر النبي كافر. ليه؟ لان يبقى محمد تاني، ها، يبقى مش هو عين النبي المصطفى الذي تنزل عليه القرآن وولد في مكة وهاجر إلى المدينة وانتقل إلى الرفيق الأعلى بها ودفن بها هنا في المكان ده بإجماع الكافرين والمسلمين. ما حدش من البشر ولا من الجن والإنس قال إنه ده مش محمد الذي نزل عليه القرآن صاحب المسلمين، هو ده، ما حدش قال. إنما ما حدش قال أيضا بهذا اليقين على أي نبي تاني. قالوا دي مقبرة حواء في جدة، سموها مقبرة أمنا حواء. مين قال إنه أنت شفت أمنا حواء ولا شفت كذا؟ إنما ده بالسند المتصل المتواتر طوائف عن طوائف، أمم عن أمم، أن هذا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتفرد بذلك. يعني تقول لي طيب هرم خوفه يقين، ومين اللي قالك ان اسمه خوفو اصلا؟ ده خوفو دي نطق احنا جبناه، احنا ما سمعناش فرعوني قديم، جبناه من محاولة فك الرموز فطلعت خوف، فاصبح كده بينا يعني احنا اسمه خوف وخفرع ومنقرع. مين؟ لا قرع، هو كان عندهم قاف وعين وكده، قد ممكن. فاذا ما فيش حاجه يقينيه، لكن ده يقيني فعلا، ويلزم منه من هذا اليقين ان انكاره يترتب عليه احكام شرعيه. فهمت؟ فتح الله لك وبك وعليك.